هذه مازال لا سماء لواحد واحد لوغوتي ولا يعني كيبغيوه الناس بزاف. وكان كنشوف ان يعني حتى لي طرونش ديالو في لي غران سيرفاس هما غاليين مع العلم انه رخيص بزاف وما كيتقامش غير ما سكرف في لاباط ديالو في الطريقه باش كيطيب. وهي بيتزا شوكولا هاد البيتزا شوكولا واحد النوع جديد من الحلويات الامريكيه اللي دخل المغرب. ان هي كتجيب حشك ديال بيتزا كلها اون شوكولا كتقدم وكتقطع بحال لي بيتزا دي طرونش بحال هكا. عندنا في العجين ديالها عندنا 220 غرام ديال الدقيق عندنا 40 غرام ديال الكاكاو عندنا 30 غرام ديال السنيدة 80 غرام ديال الزبدة مكعبات 3 ديال البيضات 10 غرام ديال خميرة الخبز وما بين 25 غرام حتى 30 غرام ديال الحليب دافي باش غادي نعجنوها. كناخذوا الحليب والكاكاو كنغربلوه كنزيدوا عليه السنيده والخميره معجونه وكنحطوه في العجانه كنبداو نعجنوه بالحليب اللي عندنا 30 غرام ديال الحليب اللي عندنا حتى كتجمع العجين. من بعد كنزيدوا الخميره 10 غرام وكنزيدوا البيض وحده مورا وحده يعني كنديروا البيضه الاولى وكنعجنوه وكنديروا البيضه الثانيه وكنعجنوه حتى كنكملوا ثلاثه البيضات كندلكوا العجينه مزيان وكنبقاو نزيدو ليها دوك المكعبات ديال الزبده البارده. عندنا 80 غرام ديال الزبده كل ساعه كنزيدو طريف ديال الزبده حتى كتعجن لينا العجينه مزيان وكتجي شويه مرخوفه. مفهوم انا لا سمح الله ولا نعاود؟ واخا سمحتي نعاودو الطريقه. هي تفضلي. عندنا 220 غرام ديال الدقيق كنغربلوها مع 40 غرام ديال الكاكاو وكنزيدو عليها 30 غرام ديال السنيده كنديروها في العجانه وكنعجنوها ب 50 ب 25 حتى 30 غرام ديال الحليب كتجمع لينا شويه العجينه كنبداو نضيفو دوك ثلاثه البيضات وحده بوحده حتى كتكون لينا واحد العجينه مدلوكه مزيان. في الاخير كنزيدو ديك 80 غرام ديال الزبده مكعبات كنزيدو طريف بطريف حتى كتبقى تجينا بحال ان بغيوش كتجي بحال لاباط ديال ان بغيوش اللي هي رطبه بزاف. من بعد كنحطوها في واحد لوبول وكنخليوها تخمر مزيان قد ما خمرات هاد العجينه مزيان. هي كتجينا اون باط بحال اون باطا بغيوش ولكن بالشوكلاط بالكاكاو كنخليوها تخمر مزيان وممكن تبات كاع حتى الغد ماشي مشكل. كنبيتوها في بواطا في الثلاجه ما كاين حتى شي مشكل. الغدا ليه كنطلقوها في مول دائري وكنخليوها تخمر مول دائري ديال البيتزا غير ما خصش يكون عنده الجناب طالعين بزاف حيت حنا عندنا الغارات تبقى لينا بلاط ما يكونش الجناب طالعين. صافي كنخليوها تخمر عاوتاني للمره الثانيه في الثلاجه واحد 30 دقيقه. ملي كنقربوا نطيبوها كنجبدوها كنثقبوا العجين بالاصابع ديالنا ديال اليد يعني كنشدوها كيدينا كنبقاو نثقبوا داك العجين كامل واحد الثقوب غليظه ولا بشي حاجه بحال اليد ديال اليد ديال اللوش ولا هذا باش كنثقبوها مزيان. كنقطعو عليها 30 غرام ديال الزبدة تكون الزبدة ممتازة من الأحسن. كنشدو 30 غرام ديال الزبدة دابا أنا كنعطيك الطريقة ونفس الوقت المقادير. ملي كنطلقو ديك لابيتزا ديالنا في المول كنثقبوها مزيان بالصبع ديالنا كنزيدو عليها 30 غرام ديال الزبدة مقطعة طريفات صغيورين كنرشوها من الفوق عليها وكنرشوها بخليط ديال مكون من 4 معالق كبار ديال بودره نوازيت ولا بودره اللوز اللي كنطحنوا في الدار وجوج معالق كبار ديال كاسوناد او سنيده اللي متوفر يعني وهي الاصليه ديالها بالنوازيت وبالكاسوناد واللي بغى يوفر ويقضي باللي كاين في الدار غادي يدير اللوز ولا اي حاجه متوفره مع سنيده 4 معالق كبار من بودره النوازيت مع جوج معالق كبار ديال كاسوناد كنرشوهم على ديك لابيتزا ديالنا كلها من الفوق وكندخلوها طيب على 180 درجة 10 ديال الدقائق ما نفوتوش 10 دقائق. ملي كدوز 10 ديال الدقائق كنجبدو لابيتزا ديالنا وكنكبو عليها كاس ديال العنبة ديال لاكخيم فخيش كويسون كنرشوها كلها بلاكخيم فخيش كويسون كنعاودو نخشيوها في الفران 10 دقائق أخرى يعني هي في المجموع كطيب 20 دقيقة مفرقة مفرقة 10 دقائق الأولى كطيب بالكاسوناد وبالنوازيت وبالزبدة
كيدخل فيها ديك المواد بزاف وكتولي رطبه ومهلكه. المره الثانيه كندخلوها عاوتاني 10 ديال الدقائق كطيب هذيك الكاس العنبه ديال الكريم فريش ديال التيم. مباشره ملي كنجبدوها من الفران كتكون مازال سخونه كنرشوا عليها واحد 150 غرام ديال حبيبات الشوكولات ولا 150 غرام ديال الشوكولا دو كوفيرتور مقطع رقيق مزيان حتى كيدوب. كنشوفوا داك الشوكولا بدا كيدوب فوق ديك لا بيتزا سخونه كنغبروها بشويه ديال لا بودغ دو كاكاو ماشي الكاكاو المر وانما الكاكاو الحلو يعني راه كاين هذاك اللي كنديروا الدراري في الحليب ولا اللي بغينا. هذه اكيد جديده بزاف وتعجب الكبار والصغار. هي هذه رائعه بزاف والمذاق ديالها رائع بزاف وحتى يعني الطريقه راه مبسطه كيف شرحتها لنا يعني ما فيهاش بزاف ديال المراحل. لا ما فيهاش صافي العجينه في الاول بحال كنديروا السيده تبارك الله كيعرفوا اللي بغيو شكلو كنطلقوها وكنطيبوها على جوج مرات المره الاولى بالزبده والنوازيت وبالكاسونات والمره الثانيه بالخفاش عرفتو كنجبدوها كنغبروها بالشوكولات حبيبات وبالكاكاو. تبارك الله عليك لاله سميره الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك لاله.